يا له يا لا 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 جيت أسلم يا رفيقي والولا يملي حشاي وبفؤادي قصة الحب اللي تبعثر من سنين جيت كل الشوق فيني ويتحكم في خطاي ساقني لك يا رفيقي في دروب من حنين جيت أسلم يا رفيقي والولا يملي حشاي وبفؤادي قصة الحب اللي تبعثر من سنين جيت كل الشوق فيني ويتحكم في خطاي ساقني لك يا رفيقي في دروب من حنين احمل بكف اعتذاري عن قصوري وخطاي سامح اللي دوم حبي ورسم الدرب السعادة في متاهات الأنين جيت أسلم يا رفيقي والولا يملي حشاي وبفؤادي قصة الحب اللي تبعثر من سنين جيت كل الشوق فيني ويتحكم في خطاي ساقني لك يا رفيقي في دروب من حنين جيت أسلم يا رفيقي والولا يملي حشاي وبفؤادي قصة الحب اللي تبعثر من سنين جيت كل الشوق فيني ويتحكم في خطاي ساقني لك يا رفيقي في دروب من حنين وشرقت أيام عمري وانتهت قصة أساي يوم شفتك زهل همي وانطفى دمع العيون التقى قلبي بقلبك بعد ما كنت بعناي وامحت كل الطعون وما بقى غيرك يا عين جيت أسلم يا رفيقي والولا يملي حشاي وبفؤادي قصة الحب اللي تبعثر من سنين جيت كل الشوق فيني ويتحكم في خطاي ساقني لك يا رفيقي في دروب من حنين انت غير الناس حبك يروي العطشان ماي تنتعش أرض المشاعر وينبت الحب الدفين تنتشي أبيات شعري لا ذكرتك يا هناي لو نسيتك يا رفيقي دوم قلبك ما يخون دوم قلبك ما يخون جيت أسلم يا رفيقي والولا يملي حشاي وبفؤادي قصة الحب اللي تبعثر من سنين جيت كل الشوق فيني ويتحكم في خطاي الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Danas smo sa djecom iz osnovne škole Hasan Kafija Kuščak u Zenici udijelili humanitarnu pomoć ugroženim porodicama, pomoć koju su prikupila naša braća i gotovo djeca iz obdaništa i škole Andalus u Beču. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi one koji su učestvovali u ovoj akciji i da im upiše to u njihova dobra djela. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. لو وصفتك بالقصايد ما وفيتك يا هوى